طبعا في البدايه كل التحيه للزميله العزيزه سهام صالح، وكل التحيه لكابتننا الكبير الكابتن هاني رمزي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا عايز اخد يعني في البدايه من كلام الكابتن هاني وحديثه عن جمهور النادي الاهلي، وحديثك يا سهام عن جمهور النادي الاهلي والانتماء اللي دايما زي ما الكابتن هاني قال ان المصريين موجودين في اي بلد بيبقى انتمائهم للبلد حاله من الحب. طبعا يعني لما جماهير النادي الاهلي غنت وقال دايما معاه روحنا فداه، وفي اي مكان بنروح وراه، مش مجرد سطر وكلمه اتقالت في اغنيه، لا دي حقيقه احنا بنشوفها في كل مكان. اي مكان بنروحه بنلاقي جمهور النادي الاهلي هو المساند، هو الداعم لفريق النادي الاهلي. لو نروح بقى ونتكلم على واطمنك على حاله لاعبي النادي الاهلي، وايضا طبعا بالامس كان انضم وولتر بواليا لبعثه فريق النادي الاهلي، يعني هو كان سبق قدوم الفريق بساعات وولتر بواليا، وكان موجود بالامس مع الفريق. ايضا كان ليه حديث مع الدكتور احمد ابو عبله، طمنا من خلاله على حاله محمد الشناوي وعمر السوليه طبعا اللي بعد خروجهم في المباراه الاخيره للمنتخب المصري امام جزر القمر، وشعور بعض اللاعبين بالاجهاد، فضل الجهاز الفني ان هو يريحهم النهارده. يعني نقدر نقول الشناوي موجود في التدريبه الاساسيه للنادي الاهلي، عمر السوليه موجود في التدريبه الاساسيه للنادي الاهلي، ويعني بنسبه كبيره جدا تتجاوز ال 99% هيكونوا من العناصر الاساسيه الموجوده في اللقاء باذن الله ان شاء الله. فاروق كمان انا كنت شايف من خلال الصوره والفيديوهات اللي معانا ارضيه الملعب، وده مهم جدا جدا لاداء النادي الاهلي. اداء النادي الاهلي دايما بيعتمد على البيلد اب، بيعتمد على الاستحواذ. طمنا النهارده كمان الاجواء زي ما شايفين دلوقتي في الصوره، الملعب عامل ازاي؟ ملعب كويس، اللعيبه مستقبله الملعب بشكل كويس. كمان الجو كان النهارده احوال الجو ايه، واحنا عارفين طبعا درجات الحراره بتكون عاليه. طمنا على النقطه ديت، وكمان طمنا يعني على كمان تدريب النهارده، تدريب النهارده كان عامل ازاي؟ ظهر فيه ملامح تشكيل، ظهر فيه بعض الحاجات، وجود وليد سليمان، هل وليد سليمان كمان ان شاء الله يكون ليه دور؟ فعرفنا اجواء التدريب النهارده يا فاروق. يعني خليني يا كابتن هاني نتكلم في اكثر من اتجاه، خلينا نتكلم على الملعب وحاله الملعب. طبعا مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني للنادي الاهلي والكابتن سعد عبد الحفيظ قام بمعاينه ارض الملعب. طبعا ارض الملعب لاقت استحسان الجهاز الفني للنادي الاهلي نسبه للكثير من الملاعب اللي انت بتلعب عليها في القاره السمراء. الملعب افضل بكثير، ملعب الجوهره الزرقاء طبعا من ملعب العشب بتاعه من النجيل الطبيعي، الملعب متساوي، تقدر تقول الملعب ان شاء الله يكون مهيئ للنادي الاهلي لاداء مباراه اكثر من رائع ان شاء الله. لكن الشيء الصعب هو يا كابتن هاني درجه الحراره، انت بتتكلم في درجه حراره 35 38، وفي بعض يعني الاوقات بتوصل ل 40 درجه مئويه، وده امر صعب جدا. يعني ان درجه الحراره هنا صعبه جدا، خاصه ان توقيت المباراه في الساعه 3 عصرا، ده امر صعب جدا. نتمنى ان شاء الله خبرات لاعبي النادي الاهلي والدور المهم للجهاز الطبي للنادي الاهلي ودكتور التغذيه عبد الرحمن سعيد اللي هيكون ليه يعني شق كبير جدا في يعني من العمل يوم المباراه في توفير بعض يعني السوائل للاعبين. وكان مستر بيتسو موسيماني طبعا حريص يا كابتن هاني ان هو خلال الفتره الماضيه ان هو يعمل توقيت التدريبات في يعني في التوقيت مبكر، سواء العاشره او الحادية عشرة صباحا مع ارتفاع درجات الحراره. لكن باستثناء هذا الامر يعني تقدر تقول ان الملعب ان شاء الله ملائم، ان شاء الله الاداء مباراه كويسه. ايضا حاله اللاعبين طبعا كنت حضرتك بالامس يا كابتن هاني سالتني عن ملامح التشكيل، اقدر اقول لك النهارده طبعا انت عارف ان بتبقى التمرين الاساسيه مستر بيتسو موسيماني بيحاول يجرب فيها طبعا، وبيقف على التشكيل الاساسي، تقدر تقول ان هيبقى في استقرار يعني من فريق صحيح. من مستر بيتسو موسيماني عن اخر تشكيل خاض بيه اللقاء الاخير. لا طمنا على وليد سليمان يا فاروق، استغلال الدفعه المعنويه وحاله الثقه. طمنا كمان على وليد، شايفين وليد ظاهر في الصورة. ايضا على وليد سليمان يا اتفضل. انا عايز اطمنك ايضا على وليد سليمان اللي ظهر النهارده باداء اكثر من رائع. خبرات وليد سليمان بره الملعب وجوه الملعب، يعني وليد سليمان يعني النهارده ادى تمران اكثر من رائع. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني وليد سليمان رجع بفورمه اكثر من رائعه. عمل يعني في توظيف مستر بيتسو موسيماني اختص وليد سليمان ببعض التعليمات في التوزيع واللعب في مركز 10 او على اجناب الملعب، النهارده تدريب اكثر من رائع. ايضا عايز منك على ناصر ماهر اللي يعني ادى تمرين ومران اكثر من رائع مع جانب اللاعبين، واكرم توفيق ايضا، ايمن اشرف، ويعني مستر بيتسو موسيماني بيحاول ان هو طبعا بنسبه كبيره جدا ايمن اشرف هو اللي يكون في مركز الظهير الايسر للنادي الاهلي في هذا اللقاء.
كل اللاعبين، انا مش عايز استثنى احد يا كابتن هاني، الجميع مركز المباراه، الجميع عارف ان المباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي. ايضا كان يعني استاذ خالد الدرندلي وتواصله المستمر مع الكابتن الخطيب وصل رساله الكابتن الخطيب للاعبين. طبعا النادي الاهلي لا يخشى احد، النادي الاهلي يخشى الجميع، والنادي الاهلي لا يخشى احد. النادي الاهلي اكيد مش فارق معاه مواجهه اي فريق، ولكن الاهلي مطالب بالفوز في المباراه، الاهلي مطالب بتصدر المجموعه، واعتقد ده هدف للنادي الاهلي، هدف اللاعبين النهارده، تركيز تام من اللاعبين. مستر بيتسو موسيماني حاول ان هو يشتغل برده على بعض الكرات الثابته النهارده، حاول ان هو ينوع. انت عارف يا كابتن اي يا كابتن هاني، دايما التركيز في يكون عندك تنويع شويه في الشق الهجومي، محاوله الوصول عن طريق العمق، عن طريق اطراف الملعب، تنوع الدنيا. لازم ان انت تعدد محاور لعب النادي الاهلي، استغلال التسديد من خارج المنطقه. عمرو السوليه النهارده يعني ما شاء الله تدريب اكثر من رائع من عمرو السوليه مع ديانج، والتعليمات اللي بيديها مستر بيتسو موسيماني للاعبين باستغلال التسديد، استغلال ايضا اطراف الملعب وحريه وسرعه الارتداد، يعني دي من الامور المهمه جدا. مستر بيتسو موسيماني سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، ومن والعكس من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، الثبات اللي عند اللاعبين، التركيز، كلها امور يا كابتن هاني ان شاء الله تنبئ ان شاء الله وتبشر كل جماهير النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق نتيجه ايجابيه في هذا اللقاء والفوز باذن الله. باذن الله. فاروق، انا عايزك تقربنا اكتر كمان من فريق المريخ السوداني ومديره الفني الانجليزي كلارك. يمكن كمان النهارده بنتحدث عن عوده 8 لعيبه في الفريق من اصابات بكورونا فيروس، لو تقدر يعني تقربنا اكتر من الفريق المنافس ان شاء الله. يعني خلينا نقرب برضو جمهور النادي الاهلي من فريق المريخ السوداني. وقبل ما نتكلم على فريق المريخ السوداني، لازم يعني انا برضو اخد من كلام حضراتكم على عمق العلاقة اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني، يعني سواء العلاقة ما بين مصر او السودان، ولكن في علاقة تجمع ما بين النادي الاهلي ونادي المريخ السوداني. النادي الاهلي قوبل بحفاوة بالغة، كما قوبل المريخ هنا في القاهرة بحفاوة بالغة من مسؤولي النادي الاهلي. ده كان كلامهم وتصريحاتهم. ايضا يعني وجود بعض المسؤولين من نادي المريخ السوداني برفقة بعثة النادي الاهلي في كل الامور، اعتقد امر يشكروا عليه. لكن بقى لو هنقرب جمهور النادي الاهلي من فريق المريخ السوداني، لو نتكلم على مستر كلارك الانجليزي وتوليه مدير القياده الفنيه لفريق المريخ حديث. السوداني طبعا هو كان تولى القياده الفنيه خلفا لنصر الدين النابي عقب التعادل اللي جمع ما بين سيمبا والمريخ السوداني هنا في الخرطوم بتعادل سلبي بدون اهداف، تم اقاله نصر الدين النابي وتولي كلارك القياده الفنيه. فريق المريخ السوداني بيحتل المرتبه الثانيه في الدوري السوداني برصيد 31 نقطه، كان لعب 13 لقاء، فاز في 9 لقاءات، تعادل في 4 لقاءات، لم يتلقى أي هزيمة، أحرز 21 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف. طبعا هو بيأتي في المركز الثاني خلف فريق الهلال المتصدر ب 34 نقطة، ولكن فريق المريخ يتبقى له لقاء مؤجل، يعني يتبقى الفريق المريخ لعب 13 بينما الهلال لعب 14 لقاء. أيضا فريق المريخ السوداني هو أقوى خط دفاع في الدوري السوداني، لم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف. بالنسبة لمستر كلارك والقيادة الفنية، هو كان تولى القيادة الفنية للفريق في لقائين في الدوري السوداني، قدر ان هو يحقق الفوز في اللقائين بنتيجة 3-0 و2-1، بينما كانت الهزيمة لفريق المستر كلارك، الهزيمة اللي هي ان هو لعب 3 لقاءات، فاز في لقاءين وهزم في لقاء امام سيمبا التنزاني بملعب سيمبا بنتيجة 3 اهداف مقابل لا شيء. طبعا عنده عناصر مهمة جدا، عنده 8 لاعبين في المنتخب السوداني وهم من العناصر المهمة. طبعا العناصر دي اكيد منتشية بصعود الفريق المنتخب السوداني، طبعا اللي بنبارك له وبنبارك ليه 7 دول عربية لصعودها لل أمم أفريقيا. طبعا وجود 8 لاعبين من فريق المريخ السوداني في القوام الأساسي لفريق للمنتخب السوداني أكيد مدين عامل ودفعة معنوية مهمة جدا. طبعا كلهم عناصر مميزة جدا، سواء رمضان عجب وهو ده واحد من أهم وأخطر اللاعبين في فريق المريخ السوداني، أيضا رأساء الحربة سيف تيري وبكر المدينة، وأيضا أمير كمال، مجموعة من اللعيبة المميزة. مستر كلارك يعني حديثه مع اللاعبين قال ان دي المباريات اللي بتصنع اسماء اللاعبين وبتصنع اسماء المدربين، قال ان لما تواجه فريق بحجم وقيمة النادي الاهلي
طبعا بعض الاحاديث والتصريحات لمستر كلارك في الصحافه السودانيه والاعلام السوداني قال لما تواجه فريق بحجم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي المباريات اللي زي دي هي اللي بتصنع اسم المدرب وبتصنع اسم اللاعبين، وده النقطه اللي انا بشتغل عليها مع اللاعبين. الوقت كان غير كافي لمستر كلارك مع الوقوف على كل الامور الفنيه لفريق المريخ السوداني، ولكن هو متحمس جدا لمواجهه النادي الاهلي. قال انا اسمع عن النادي الاهلي كتير جدا وعارف ان النادي الاهلي هو نادي القرن في القاره السمراء وهو البطل الاخير وبطل افريقيا، وايضا اعرف ان النادي الاهلي هو ثالث العالم، وبالمناسبه اتفرج على بعض المباريات النادي الاهلي في كاس العالم الانديه واتفرج على مباريات النادي الاهلي سواء في الدوري المصري او دوري ابطال افريقيا، خاصه اللقاء الاخير للنادي الاهلي امام فيتا كلوب. حاول ان هو يحفز اللاعبين، يتكلم مع كل اللاعبين في المريخ السوداني واستغلال دفع المعنوية أو اللعب على العمل النفسي واستغلال الدفع المعنوية بعد صعود المنتخب السوداني إلى كأس الأمم الإفريقية. عايز أتكلم في نقطة مهمة كمان بخصوص الحضور الجماهيري. كان يعني طبعا احنا قلنا بالامس وتكلمنا على الحضور الجماهيري، طبعا كان في طلب قدم من نادي الهلال السوداني للاتحاد السوداني بخصوص بالاتحاد الافريقي بخصوص عدد الجماهير اللي هيتم السماح ليها في حضور مباراه صن داونز والهلال السوداني. كان طلب نادي الهلال السوداني حضور 1000 مشجع، وبالفعل تم الموافقه على هذا الطلب من قبل الاتحاد الافريقي، وتكرر ان شاء الله غدا في مباراه الهلال وصن داونز حضور 1000 مشجع من جانب جماهير الهلال. ايضا كان على نفس الامر فريق المريخ السوداني واداره المريخ السوداني قدمت طلب بالموافقه للاتحاد الافريقي بالموافقه على حضور 1000 مشجع من جانب المريخ السوداني للقاء، وبالفعل تمت الموافقه من قبل الاتحاد الافريقي لنادي المريخ السوداني على حضور 1000 مشجع. من الامور ايضا مهمه برضو اللي احنا عايزين نتكلم عليها خصوص الزي، يعني قبل الاجتماع الفني من المقرر ان فريق المريخ السوداني هيرتدي الزي الاحمر الرداء الاحمر بالكامل وهو الزي المميز لفريق المريخ السوداني، بينما النادي الاهلي هيرتدي الزي الثالث البديل اللي هو الزي الرمادي. طيب من خلال كلامك كفاروق بتتكلم ان اتحاد الكره السوداني سمح او اتحاد الافريقي سمح انه لوجود 1000 مشجع من نادي المريخ، ماذا عن جماهير النادي الاهلي؟ هل هيكون نفس العدد مقرر انه يكون كمان لجماهير النادي الاهلي، ولا هو قال ان الألف دول يعني يخش اهلي ويخش مريخ؟ يعني فهمنا الجزئيه دي كمان مهمه جدا. احنا عارفين الجاليه المصريه وشفنا من خلال التقرير قد ايه جماهير النادي الاهلي استقبلته بشكل اكتر من رائع ونفسها تكون موجوده في المباراه. بالفعل يا كابتن هاني، طبعا انت عارف ان النادي الاهلي كان هنا في اللقاء اللي جمع ما بين الاهلي والمريخ السوداني كان سمح لعدد من جماهير المريخ السوداني بحضور المباراه، وكان يعني مسؤولي النادي المريخ قالوا ان شاء الله النادي الاهلي هيلاقي المعامله بالمثل. ده الكلام اللي اتقال بالفعل، وده اللي احنا شايفينه في ارض الواقع. هنا نادي المريخ السوداني تم السماح ب 1000 من الجماهير، هيكون منهم 100 او 150 من جانب جماهير الجاليه المصريه والعربيه الموجوده هنا في السودان تابع، وكانوا موجودين بعضهم كان موجود النهارده في تدريب النادي الاهلي. عايز اقول على المشهد ده كابتن هاني مشهد في اكثر يعني في غايه الجمال، جماهير النادي الاهلي في المدرج بتنادي على اللاعبين واحد واحد، بتشجع اللاعبين بتحمس اللاعبين. التدريب النهارده مختلف، يعني التدريب النهارده مختلف، الحماس الجماهير اللي بينقله الجمهور النادي الاهلي، وبالمناسبه كان منهم كتير كان موجود في المباراه الموسم الماضي اللي جمعت ما بين الاهلي والهلال السوداني هنا في ملعب الجوهره الزرقاء، ايضا عندهم نفس الحماس عندهم نفس الشغف. الشيء المهم جدا يا كابتن هاني لما تتكلم يعني في حوارنا وحديثنا مع جمهور النادي الاهلي، مش ده الجمهور اللي فريقه لسه متوج بالبطوله التاسعه، لا ده جمهور عايز البطوله العاشره. طيب. وانت عارف يا كابتن هاني دايما النادي الاهلي احنا اتعودنا وتربينا كده في النادي الاهلي، انت بتدور على بطوله بتقفل البطوله بكره مطالب بالبطوله ال11، بعد ما يعني ان شاء الله بعد ما تحصل على البطوله العاشره هتلاقي تاني يوم الجماهير بتطالب بالبطوله ال11، بعد البطوله ال11 تلاقي الجماهير بتطلب البطوله ال12. النهارده النداء اللي كان بيهز ارجاء استاد الجوهره الزرقاء هو افريقيا يا اهلي، العاشره يا اهلي، مطلب جماهيري من كل جماهير النادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي، وباذن الله يا كابتن هاني جماهير النادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي على قدر المسؤوليه وهتلبي نداء الجماهير، وباذن الله العاشره هتكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. باذن الله العاشره اهلي، وده طموح واحلام جماهير النادي الاهلي، واحنا عندنا ثقه في جهازنا الفني عندنا ثقه في لاعبتنا ان شاء الله ان المشوار خلاص بدا، لكن الجد هو اللي جاي، هيبدا ان شاء الله مباراه المريخ بعديها سيمبا، وباذن الله نخش دور الثمانيه وتكون العاشره زي ما بنقول العاشره اهلي موجوده
في دولاب نادي الجزيرة. بنشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، يعني بنشكرك على المجهود الرائع اللي بتقوم بيه. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل اللي موجودين عندك، اللعيبة والجهاز الفني والجهاز الإداري ورئيس البعثة. كنت معاك يا كابتن هاني. شكرا ليك، شكرا ليك.